كووركينج سبيس للبنات. الفكره جات لنا من حوالي سنتين، ان احنا لما كنا في الجامعه احنا كنا بنحاول ان احنا كنا بنروح نقعد في كووركينج سبيسز كتيره، بس كانت بتبقى ميكس عادي يعني، فبنبقاش قاعدين براحتنا، بنبقى عندنا بروجكتس مثلا او كده، مش بنبقى قاعدين براحتنا. فقعدنا نفكر طب احنا ممكن نعمل ايه للبنات، بحيث ان هو ما يبقاش كووركينج سبيس بس، لا عايزين نبقى حاجه اكبر من كده. فعملنا حاجه يعني بنفسج، اللي هو كوكوميونيتي بقى للبنات، هو مجتمع للبنات تاخد فيه الكورس اللي هي عايزاها. البنات اللي عندهم خبره بس مثلا ما عندهاش شهاده انها تقدر تدي كورس في مكان معروف، بس في نفس الوقت هي كويسه جدا وشغلها حلو جدا. يعني احنا هنا مثلا بنعمل كورسات تفصيل، عملنا 4 مجموعات لحد دلوقتي، والبنات اللي طلعت من الكورس طلعت عملت مشاريع اصلا ملابس لنفسها. بنعمل كورسات كروشيه، بنعمل تعليم عجل. هو الاسم اختيار صاحبتي اللي معايا في المكان، الفاوندر الثانيه. الفكره ان زهره البنفسج هي مش لون واحد، هي الوان كتيره في بعضها، فاحنا حبينا ان احنا يعني علشان هو بنفسج ده ورد، فالبنات بتحب الورد، وفي نفس الوقت هي بنفسج مش نوع واحد يعني. أوكي. هي اسم واحد بس مش بس انواع والوان كتيره. فحسينا ان هو ده هيبقى حاجه قريبه للبنات، يعني ان احنا كمان كده، يعني احنا كلنا بنات بس كلنا لينا اهتمامات مختلفه، لينا حاجات مختلفه. احنا المفروض عندنا الاوبن داي بتاع النهارده، احنا جايبين، هي بنات هم عاملين لهم بيج اسمهم بهارات على الفيسبوك. أوكي. احنا اتفقنا معاهم احنا عندنا اوبن داي، فبدل ما الناس تطلب اكل من بره، طب خلاص ماشي، هم حتى كانوا لسه بياخدوا الاوردرز، فيعني فمكان افيلبل جدا ان هم يعملوا حاجه زي كده. وفي برضو ام لقيت نفسها، طب انا عايزه، انا بعرف اطبخ حلويات وكده، فقلنا طب خلاص يا طنط عادي هاتي معاكي حلوياتك، وعملت كب كيكس وبيعيها. فهو الموضوع كله ان احنا بنحاول نلينك ما بين البنات، وان هي تبقى قاعده حاسه انها مرتاحه في المكان اللي هي قاعده فيه، قاعده براحتها. بنات بتيجي تذاكر هنا، بتيجي تعمل كل اللي هي عايزاه، بيجوا يتقابلوا، ممكن يعني يعملوا موفي نايت، يعملوا، بنعمل بعد كده حاجه زي نقاشات مثلا عن التعليم المرن، عن الاكل مثلا الصحي اللي هو النظام الجديد اللي طالع اللي هو النباتيين وهكذا. بالظبط. فبنحاول ان احنا يا جماعه تعالوا، واي حاجه انتم محتاجينها هنعرف نوفرها لكم. هو الايفنت بتاعنا مش لبس بس، هو عامه احنا قلنا عايزين نعمل اوبن داي، حتى احنا سميناه سوق بنفسك، علشان يبقى مليان حاجات كتيره جدا. يعني احنا معانا بنت بترسم على الجزم، بترسم على التي شيرت بره، وبتعمل اشكال حلوه جدا. تمام. معانا بنت بتبيع اكسسوارز عادي، الاكسسوارز الطبيعيه، وفي اكسسوارز اللي هي الهاند ميد. في بنت بتعمل شغل بالكروشيه كوفيات، في بنت بتعمل شغل بالجلد الطبيعي. حته ان احنا كمان مش عايزين نجيب ان هو مجرد اوبن داي وخلاص الناس تيجي، لا احنا عايزين فكره ان احنا نساعد البنات اللي عندها، يعني مثلا اللبس اللي بره ده كله ده تفصيل، يعني مفيش لبس من يعني مش ماركات، ده هو بنات بتعرف تفصل وجابت لبسها عشان تفصله. كان في ناس اول ما فتحنا كانت بتنتقدنا بحته ان انت عايزه تعزلي البنات عن المجتمع وانتوا كده بتعملوا ايه، فلو لا احنا مش بنعمل كده خالص، في كافيهات بنات بس. احنا بالظبط احنا بنعملش كده خالص. هي الفكره كلها ان عادي في اماكن ميكس كتيره جدا. وبعدين انت لما بتيجي تعمل اي بروجكت انت بتختار الشرايح بتاعه المجتمع بتاعتك، يعني في ناس ممكن تعمل حاجه للاطفال. احنا عارفين ان كانت في حاجات كتيره جدا بتقابلنا واحنا مش لاقيينها مثلا، فبدانا ان احنا لا طب خلاص احنا هنحاول ونسعى جاهدين ان احنا نظبط ان احنا علشان البنات لما تيجي مثلا تلاقي اي حاجه عايزه تتعلمها تعرف تتعلمها براحتها، تقعد حتى في مكان براحتها يعني.